يا مساء الفل واهلا بيكم معانا حلقه جديده ويوم جديد وين بوكس. اخباركم ايه يا جماعه؟ النهارده معانا يوم ان شاء الله يعجبكم، لكن طبعا في البدايه ارحب وامسي على نوران. يا مساء الفل يا نور. يا مساء الجمال يا فاروق، عامله ايه؟ انا كويسه. كله 100 100. الحمد لله. مش لازم الناس تعرف احنا كنا بنتكلم على ايه قبل الهوا. ما علينا، هو دايما حرق دمي. بس يعني طبعا مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. احنا النهارده معانا يوم مميز جدا ومختلف وفني، لكن في الاول هنتكلم عن ان احنا هيبقى معانا فقره الطبيه عيش صح. بالظبط كده. بصوا يا جماعه، طبعا يعني الفتره اللي فاتت يمكن عندنا يعني الاعمال الفنيه طبعا متواجده بشكل ما، لكن ما كانتش بكثره. ما شاء الله اليومين اللي فاتوا الحمد لله ابتدت بقى ايه الاعمال الفنيه تعود مره اخرى، وكمان الاعمال السينمائيه. علشان كده النهارده هينورنا بقى في الاستوديو اتنين من انجح الشباب المؤلفين ان شاء الله، وهو احمد عبد الوهاب وكريم سامي. يعني طبعا بعد نجاحهم فيلم القطه الخطة العايمة، لان هو اتغير اسمه اكتر من مرة، وطبعا ليهم اعمال مختلفة، وهو بطولة طبعا علي ربيع وغادة عادل وطبعا عمرو عبد الجليل، طبعا مع حفظ الالقاب ليهم كلهم. وكمان هنتكلم معاهم عن صباحية مباركة، طبعا المسرحية اللي بيتم عرضها، وكمان مسرحية اللوكاندا. ما شاء الله كلها اعمال فنية مختلفة وجميلة جدا، ان شاء الله هيكونوا منورينا في اخر فقره معانا من إين بوكس. حلو جدا. اما دلوقتي بقى فاحنا هنتكلم في فقرتنا عن صفحه اسمها يوميات جاسمين في نيويورك. يمكن اللي اسستها بنت مصريه عايشه في امريكا اسمها جاسمين نجيب، ويمكن بيتابعها اكتر من ربع مليون شخص في مصر وفي الولايات المتحده الامريكيه، وبتعرض فيها فيديوهات مختلفه ومتنوعه عن المعالم اللي موجوده في امريكا. ويمكن هي من خلال فيديوهاتها عايزه توصل رساله للناس. يمكن كل الناس متخيله ان امريكا هي ارض الاحلام، هي الأرض المثالية اللي ما فيهاش غلطة، كل حاجة فيها حلوة جدا ومبهرة. طبعا أكيد أمريكا فيها حاجات مبهرة كتير، لكن هي كمان بتوري للناس أنه أمريكا زيها زي أي بلد، فيها شوارع بسيطة جدا، فيها حاجات بسيطة، ويمكن كمان بتعرض أثار مصرية ومعارض معروض فيها أثار فرعونية مصرية لينا في أمريكا. ويمكن الفيديو اللي هي عرضته كمان كان حصل على مشاهدات كتيرة جدا، منهم اللي هو معرض مترو. تمام. معرض مترو ده موجود في آثار فرعونية موجودة. طب ما تيجي برضه نعرف الناس أكتر عنها، يعني نشوف الفيديو ونرجع بقى نتكلم بالتفصيل عن جاسمين. يلا بينا. عشان نتكلم عن تفاصيل أكتر احنا منورانا على التليفون جاسمين نجيب من نيويورك. يا جاسمين ازيك؟ ازيك نوران، عاملة ايه؟ الحمد لله. الأخبار؟ سلم كمان على أحمد. ازيك يا جاسمين، أخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ايه يا جاسمين التلاجة الخرافية اللي انت صورتيها في الفيديو ده؟ لو سمحتي بس ما حكيتيش تقولي عليها تلاجة، لو سمحتي. دي ايه؟ احكي لنا الأول الفكرة، الفكرة يعني فكرة التلاجة أو نوعية الفيديوهات اللي بتقدميها، إيه اللي خلاكي تفكري في إن أنت تعرضي معالم أو مزارات في أمريكا؟ في الحقيقة بصراحة يعني أنا أول ما جيت لقيت الدنيا غير ما احنا كنا متخيلينها خالص يعني. فحبيت يعني إن أنا أطلع الصورة اللي الناس مش شايفينها، لأن احنا طبعًا بنعرف أمريكا عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الموفيز اللي بتتعرض في السينما، فلا الحياة هنا عادية جدًا زيها في مصر زي في أي حتة في الدنيا. فحبيت إن أنا أنزل الشوارع أتمشى زي أي حد ممكن يجي ويتمشى ويتفرج على الحاجات دي، فحبيت إن أنا أنقل الصورة دي عن طريق الصفحة يعني. اللي هي فكرة عودة الخواجة. ها يا جاسمين؟ بالظبط هي دي. طب احكي لنا كده اكتر يا جاسمين عنك. هم مش خواجات حقيقة، احنا اللي متخواجين دلوقتي في بلدنا. والله احنا احسن بكتير الحمد لله برضه في بعض الحاجات. قول لنا كده، احكي لنا عنك اكتر، ايه اللي خليكي تفكري في يوميات جاسمين وبتعملي ايه بالظبط؟ هو في الحقيقة الفكرة جات لي من أول ما جيت أمريكا 2008. تمام. بفكر إن أنا عايزه اوري الدنيا هنا بنظره ناس مصريين او عين مصريه. وبعدين رجعت عملت الصفحه من اول 2011، عملت حاجات بسيطه كده، وبعد كده الفكره بقى خلاص يعني الاكيده كانت السنه اللي فاتت، قلت بقى لازم ان انا انزل اوري الناس بجد فعلا ايه الدنيا هنا ماشيه ازاي، حياه الامريكان هنا عامله ازاي. ناس بسيطه جدا زينا، بياكلوا ويشربوا ويعملوا كل حاجه زينا، يعني مش من العالم الفضائي يعني. بس فحبيت ان انا قلت خليتها سميتها يوميات علشان بنزل الشارع وانا بنزل اجيب اكل اصور، وانا نازله اتفسح في حته بصور. فحبيت ان انا اقول دي يومياتي هنا عشان الناس تشوف اليوميات بتاعت المصريين عامله ازاي بالظبط يعني. طيب جاسمين، يمكن من اكتر الفيديوهات اللي كان عليها تفاعل كبير جدا من الناس اللي بتتابعك هو معرض او متحف المترو، ومتحف المترو ده معروض فيه اثار مصريه فرعونيه.
اكلمينا عن الفيديو ده، انت حضرتي له ازاي وازاي الناس تفاعلت معاكي؟ في الحقيقه هو متحف مترو يعني فيه اثار لكل حضارات العالم، بس طبعا يعني اكيد بما اني انا مصريه فهركز على الجزء الفرعوني اكتر. فانا اول مكان زرته هنا في امريكا كان متحف مترو، وبعدين صعدت صراحه بكميه الاثار اللي موجوده وقد ايه تفاعل الاجانب معاها. يعني دايما القسم الفرعوني بيبقى فيه زحمه وناس كتير جدا اكتر من اي حته تاني، يعني اكتر من اي مكان موجود جوه في المتحف. تمام. فبشوف قد ايه انبهار الاجانب دي، بيبقوا جايين من كل العالم، مش ناس عايشه في امريكا بس، يعني جايين من كل انحاء العالم وجايين يتفرجوا على الاثار المصريه جوه متحف مترو. فبابا فخوره جدا، عايزه اقول لهم يا جماعه انا دي، انا دول احنا الحضاره. بالظبط. فببقى يعني مبهوره جدا وفخوره جدا برد فعل الناس على الاثار المصريه اللي موجوده في المتحف يعني. طيب جاسمين، احكي لنا كده يعني يومياتك اللايف عامله ازاي؟ يعني كل يوم بتطلعي من مكان معين زي ما تيجي معاكي كده، ولا انت بتكوني محدده المكان ده بمعلوماته؟ والله انا لسه عامله لايف كان تقريبا من يومين، كنت بنزله وادور على سندوتش طعميه في مانهاتن، وكنتش لايقه. نازله ايه؟ فكنت حابه تدوري على سندوتش طعميه؟ فلافل. ولقيتي؟ فلافل بالذات وعين السمرانيه يعني. فكنت حابه الناس تشارك معايا رحلتي وفي المأساة ان انا بدور على سويتش سلافل ومش لاقياه، فده كان يعني جا كده بالصدفه، فقلت لازم الناس تشاركني يعني. بس عامه في ساعات ببقى فعلا محضره الفيديو لايف قبليها، ببقى محضره الاسئله او الكلام اللي انا هقوله، في ساعات بتبقى نازله مكان عجبني حاجه فبشارك الناس، يعني خلي الناس تشارك معايا اللحظه يعني. حلو. طيب ايه اغرب المعالم السياحيه اللي انت شفتيها في امريكا؟ هي مش معلم سياحية قوي، هو أو الأماكن حاجة كاليفورنيا قوي. كان هما هنا ساعات في حتة اسمها ستاتن ايلاند هنا في نيويورك بيعملوا زي شو بتاع الكريسماس، فقلت بقى هنزل ألاقي بقى حاجة. كان في السكة تقريبا كان ب 60 دولار حاجة كده، فأنا قلت هنزل بقى ألاقي حاجة خرافة حاجة. يعني لقيت نزلت لقيتهم لقيت عاملين شوية أنوار، نور على الشتاء ونور في الارض، والناس ماشيه تتفرج على النور. نور ايه اللي انا بس اتفرج عليه ده؟ بنعملها في روكس عندنا هنا في مصر. احنا عندنا في رمضان برقبتهم. يعني لا يعني كان الموضوع بالنسبه لي حاجه غريبه. جاسمين، يعني انت عايزه توصلي للناس انه امريكا زي ما هي فيها حاجات مبهره، بس برضو هي زيها زي اي بلد فيها حاجات عاديه وبسيطه وشوارع بسيطه ويمكن اقل من البسيطه كمان. جدا جدا، وفي عشوائيات هنا كتير الناس مش مصدقه، وشوارع مكسره عادي، ناس بترمي زباله في الشارع، وناس مش مهتمه، وفي هم كتير اللي هم الناس اللي بيبقوا ما لهمش بيوت ولا اي حاجه، قاعدين في الشوارع طول الليل والنهار بيناموا في الشارع. وكمان في منهاتن جوه تايم سكوير في ناس كده قاعدين في الشارع. ففي ناس مش كانش متوقعه كده، هيجوا بقى يلاقوا ورد وزهور في الشوارع بقى والناطحات سحاب، بس لا في كل حاجه، في بيوت بسيطه وفي بيوت مكسره يعني. طب والزحمه؟ كل حاجه موجوده هنا في امريكا. الزحمه زي ايه يا جاسمين؟ الزحمه؟ هل في زحمه هناك في امريكا زي عندنا مثلا؟ طبعا طبعا، نيوسن نيوجيرسي بيبقى فيها اكبر تجمع للناس، فزحمه جدا طبعا، وفي ترافيك طبيعي في الطريق، بنقف في المرور ساعات برضه في الاشارات وقت طويل وعادي يعني. بس دول اكثر ولايتين بيبقوا فيهم زحمه، اللي بيبقوا فيهم سياح من كل انحاء العالم، وكمان فيها كثافه سكانيه كتير، ففيها اكيد يعني. طيب جاسمين، يعني اكيد طبعا اليومين دول والفتره اللي فاتت فيروس كورونا، يمكن امريكا تعتبر يعني الوحيده اللي دخلت مثالي على الموجه الثالثه مش الموجه الثانيه، يعني هي متهيئه دلوقتي الفيروس كورونا عندها مستمر ما توقفش تماما. كلمينا كده عن اجواء عندك عامله ازاي، وازاي كمان دلوقتي الناس بقى عندك اللي حواليك والمحيط بتاعك يعني مخليين بالهم مش مخليين بالهم؟ كلمينا كده شويه عن الاحتياطات عندك. وكمان سلوك الامريكان، يعني يمكن احنا هنا برضو بنلتزم بالتعليمات نوعا ما، هل هناك في ناس بتلتزم ولا برضو في ناس ما بتحبش تلتزم وتلبس الكمامه والطبيعه يعني البشريه؟ والله احنا مش دخلنا في الموجه الثانيه ولا الثالثه، احنا دخلنا في الغريق خلاص. الغريق. الناس هنا بتحتضر، بس يعني لا، في برضه في ناس كتير ما بتلبسش الكمامه عادي وتمشي من غيرها، وفي ناس مش بتلتزم. لا في كل حاجه عادي يعني. يمكن دلوقتي الحالات مشدده شويه، ان انت ما تدخل لازم تبقى لابس الكمامه وما تشيلهاش وانت موجود، بس لا بدخل عادي محلات السوبر ماركت او اي حاجه وبلاقي الناس شايله الكمامه عادي وبتتكلم ومفيش اي مشاكل.
ودلوقتي عادي المطاعم ممكن تدخل وتقعد تاكل فيها طبعا ما تبقاش لابس الكمامه. فلا انا مش شايفه بصراحه ان هم يعني واخدين احتياطاتهم قوي، يعني مش اللي هم عندهم وعي كامل بالموضوع. ده في كمان كان في ولايات كتير بتعمل مظاهرات مش عايزين يقعدوا في البيت، عايزين ينزلوا يشتغلوا، مش همهم الكورونا يعني وقت ما كان الموضوع واخد ذرويته يعني، لا كانوا عايزين ينزلوا عادي في الشوارع وكانوا متضايقين ان هم قاعدين في البيت. طب جاسمين شايفه ازاي هتعاملوا الفتره اللي جايه مع الموجه الثالثه عندكم؟ يعني هل برضه هتكون بنفس الشكل بالنسبه للموجه الاولى والثانيه، ان الناس برضه هتقعد في البيت وهتباشر عملها من داخل المنازل، ولا الوضع دلوقتي هيبقى مختلف شويتين ثلاثه؟ هو في الحقيقه دلوقتي هم موقفين شويه، انا هتكلم اكثر على نيويورك ونيوجيرسي لان دول المتواجده فيهم دايما. دلوقتي طبعا ما فيش مدارس، كله اونلاين سواء الكليات او المدارس العاديه. ابتدت الاشغال تفتح شويه عن الاول، بس واخدين شويه احتياطات عشان سلامه الموظفين اللي شغالين. بس مش شايفه اي يعني حاجه، يعني مش واخده بالي ان دلوقتي ان هم بيعملوا ده ممكن فعلا يسميهم، يعني انا حاسه ان هم عايشين عادي ما فيش اي مشاكل خالص يعني. طيب جاسمين، الله اعلم بقى اليومين اللي جايين هيبقى الدنيا ماشيه ازاي. اوكي طب جاسمين خلينا نركز على فيديوهاتك اكتر، يمكن فيديوهاتك كلها فيها ضحك وهزار ومعلومات مهمه وقيمه تهم ناس كتير قوي. هل انت قبل كل لايف او فيديو بتحضري له، ولا هو بيطلع تلقائي منك؟ هو معظم اللايف لا، يعني معظم اللايف بطلعها مش بحضر لها، يعني بحب ان انا كاني قاعده مع اصحابي في كافيه ولا حاجه، بنقعد نتكلم ما بنبقاش محضرين الكلام، يعني ده انا دايما اللي بحب اعمله مع الناس الموجوده عندي على الصفحه. ما بحبش احضر اي حاجه لللايف، بس معظم الفيديوهات ببقى في فكره جات في دماغي، فبحب بقى ان انا ابتدي لو في معلومه ناقصه عندي اسال الناس المختصه، يعني لو في حاجه تخص الهجرة او كده بسال الناس المختصين في موضوع الاميجريشن هنا، باخد منهم معلومات عشان اعرف اطلع اقول كلام مظبوط. او مثلا حاجات تخص القانون هنا او كده، فبحاول اسال الناس المتخصصه وابقى واخده خبره منهم اكتر قبل ما اطلع اتكلم. لكن في الغالب الحاجات اللي بتبقى عاديه ببقى انا مطلعاها تلقائي مني. عظيم جدا. طيب جاسمين معلش برضو عايز ارجع معاكي مره تانية للتلاجه. هي التلاجه دي بتعمل ايه بالظبط؟ يعني هي تلاجه اندرويد ومنها بقى اشكال والوان مختلفه بقى وكل حاجه، وكمان بتعمل ايه بالظبط؟ يعني هي كلها يعني الفكره فيها ان هي فيها الشاشه الكبيره دي ومنها اي او اس برضو، ولا هي كلها ايه الموضوع ماشي ازاي يعني؟ بص هي الثلاجة دي تقريبا بقى لها سنة نازلة الأسواق. بس نزلت تقريبا ما حدش اشتراها ولا ايه مش عارفة، كانت نازلة بقيمة حوالي 3500 أو 3600 كمان. وبعدين فجأة بعديها بيومين، يعني أنا شفتها كانت ب 3600، بعديها ما فيش يومين ثلاثة فجأة لقيتها ب 2900 وحاجة، فنزلت لايك حوالي $600 فجأة مرة واحدة. فانا قلت لازم اشوف الثلاجه دي مالها في ايه، فقعدت بقى العب جوه الثلاجه اشوف فيها ايه، فلقيت لا يعني حرام والله تنزلوا سعرها ليه يا جماعه، دي جميله اهي وحلوه. فابتديت بقى اصور الفيديو لاني يعني مش فاهمه، طب انت ثلاجه ولا انت متنكره ولا ايه؟ طب احنا عايزين ايه من الثلاجه؟ انا هخش الثلاجه نجيب شويه ميه وامشي، ايه اللي هيخليني اقعد اتفرج على فيلم جنبيها؟ يعني هي هاي تك قوي لدرجه ان الناس مش حابه تشتريها او تقتنيها لان هي التكنولوجيا فيها عاليه قوي، صح؟ ممكن مش عارفه يعني. بص هو المشكله ان هي بحجمها الكبير قوي دي، الامكانيات اللي فيها مش ما اعتقدش ان الناس يعني كل الناس تقدر تجيبها يعني. محتاجه مكان معين يتحط فيه، يعني اكيد بيت كبير، حد بيهتم قوي يبقى شقته كلها فيها او بيته يعني فيه كله تكنولوجيا، فدي تبقى حاجه من ضمنها. لكن هي ما فيهاش ميزه خالص اكثر من الشاشه اللي معروضه جواها، ودي كفايه يعني، دي كفايه يعني. مكان التلفزيون يعني ما مش عارفه، ممكن لو حد بيحب يحط تلفزيون في المطبخ بقى فدي تبقى البديل يعني. طب ايه اكتر سؤال بيتسالك او يعني ناس بتقوله لك او بتساله لك في اللايف؟ دايما هنيجي امريكا ازاي؟ او ابعت لنا دعوه، عايزين نسافر. ف طب ما فيش يا جماعه والله فيش حاجه اسمها دعوه، احنا مش قاعدين في الخليج، ما فيش دعوه هنا يعني، ما ينفعش حد يبعت لحد دعوه ولا اقدر اسافر حد، لو كان بيجي كنت ممكن اعملها، لكن ما فيش الكلام ده. عايز تسافر ما فيش اي حاجه طريق غير الهجره، هو ده الوحيد اللي تقدر تسافر بيه، او لو انت تقدر تيجي سياحه، لكن غير كده ما فيش. ده تقريبا السؤال ده اللي بساله كل لايف وبجاوبه نفس الاجابه هي. نورتينا برضه نفس القصه، الشباب فاكره ان الدنيا هنا واو قوي، فانا بحاول اوريهم بقى لا
بفكرش اني اسافر عشان مصر احلى. البلد دي احلى يا جاسمين. عمار يا مصر. بالظبط. نورتينا يا جاسمين قوي، وفكرتك هايله، واستمري فيها وبالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا جاسمين، نورتينا جدا. شكرا جدا والله. يعني افكار مختلفه، واحنا دايما من زمان هي دي مشكلتنا بقى، عقدة الخواجه. يقول لك بره اصل عندهم ايه، بره مش عارف بيعملوا ايه. والله العظيم يعني مهما اتكلمنا وقلنا وعدنا، واكيد طبعا من حضراتكم اكيد يعني ناس سافرت وقعدت بره لسنوات كبيره، مهما كان عندهم ايه، البلد دي برده والله العظيم احسن من ألف بلد. الحمد لله وربنا يحفظ مصر كده، وعندنا حاجاتنا في مصر هنا يا رب. الواحد يعني يتبسط بها جدا. ويمكن الافلام دايما في هوليوود بتركز قوي على ان امريكا فظيعه وارض الاحلام واحسن معالم موجوده فيها وناطحات سحاب، عشان كده الصوره دايما او الصوره الذهنيه اللي انطبعت في وجه في دماغ الناس عن امريكا ان هي ما فيش منها ابدا. ده اثر علينا بشكل كبير، لكن فكره جاسمين حلوه قوي ان هي طبعا تطلع انه امريكا او اي دوله اوروبيه او اجنبيه زيها زي اي دوله بسيطه جدا، وفيها حاجات مبهره وفيها حاجات غير مبهره. فقرتنا خلصت، هنطلع لفاصل وهنستقبل بقى مؤلفين الخطه العايمه ومسرحيه صباحيه مباركه وكمان مسرحيه اللوكاندا. يمكن الثلاث اعمال الفنيين دول كسروا الدنيا الفتره دي، وناس كتيره جدا بتتكلم عنهم بشكل كبير. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. ودلوقتي منورنا في الاستوديو اتنين من اشطر المؤلفين الشباب في جيلهم، قدروا يثبتوا نفسهم في وقت قليل جدا باعمال كسرت الدنيا، اخرها طبعا فيلم الخطه العايمه اللي بيتعرض في السينمات دلوقتي، وكمان مسرحيه اللوكاندا ومسرحيه صباحيه مباركه. هما الاتنين شاركوا في الاعمال دي، والاعمال دي فعلا حققت نجاح كبير جدا، وهما دلوقتي منورنا في الاستوديو عشان نعرف منهم تفاصيل الاعمال دي وايه كمان اعمالهم اللي جايه. منورنا كريم سامي، ازيك عامل ايه؟ اهلا، الحمد لله تمام. واحمد عبد الوهاب، اهلا بيك. اهلا بيك كريم. واحمد ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، كله 100 100. طبعا الف مبروك على كل الاعمال الجميله والناجحه دي ما شاء الله. الحمد لله. ربنا ربي يوفقكم. لكن خلونا كده في البدايه يعني ابدا مع يمين. احمد كريم. كريم احكي لنا كده عن بدايتك انت واحمد، وبالذات كمان في مشاركتكم مع بعض في سيناريو او في التاليف. الموضوع بدا ازاي؟ الموضوع بدا ازاي؟ احنا اصلا ممثلين. عبد الوهاب القاهره وانا عين شمس. تمام. اتجمعنا عند استاذ خالد جلال في الاوبرا مركز الابداع الفني، بندرس تمثيل نفس الدفعه بتاعه ربيع وقصقص وتوته وويز وكل الناس، كلنا مع بعض. وبعدين اصلا استاذ خالد بيبقى الماده بتاعته قايمه على الارتجال ان احنا بنكريت المشاهد، فهو اول واحد خلانا ناخد بالنا ان احنا الاثنين المشاهد بتاعتنا فيها شويه افكار وكوميديا وكده. ابتدينا نشتغل مع بعض، عملنا اول حاجه برامج، بعد كده عملنا اعلانات، بعد كده شويه حلقات دراما منفصله، وبعد كده منها للسينما. ابتدينا نشتغل مع بعض يعني على الموضوع دوت. لا انت، لا لحظه كده، انت عديت شويه برامج وشويه حلقات وشويه حاجات عادي كده، لا حاجات بسيطه. عملت ايه يا احمد؟ يعني عادي كده. زي ايه يا احمد؟ طيب عملتوا ايه؟ عملنا اول حاجه عملناها كان برنامج اسمه ما يصحش كده مع عمرو راضي. ايوه. وبعد كده منه عملنا برنامج اخر الليل هشام منصور، كان سكتشات وكان في برضو على الديسك مونولوج لهشام منصور. كويس. ومثلنا في السكتشات دي. عملنا اعلان بعد كده، اعلان في الراديو. تمام. وعملنا برنامج اسمه ده كلام سالي شاهين. صح بالظبط. عملنا ايه تاني؟ انا عملنا شويه برامج. طب على ما تفتكر كده بقى احمد شويه الاعمال اللي انتوا مش واخدين بالكم منها. طبعا انا ببارك لك على فيلم الخطه العايمه. يمكن الفيلم ده كسر الدنيا، والناس كلها دلوقتي مقبله على ان هي تدخل تحضره. الفكره بقى لها 4 سنين في دماغك صح؟ طيب احكي لي بقى يعني ليه بقى لها 4 سنين ونفذتها دلوقتي؟ هي مش الفكره بس اللي بقى لها 4، هو الفيلم كله مكتوب من 4 سنين. هي الفكره هي مستوحاه من فيلم اجنبي، ان ازاي المكفوفين يقدروا يعملوا حاجات مش لا تتناسب مع ان هو مكفوف يعني. فمن هنا جت لنا الفكره ان احنا طب ما نحطهم في موقف كوميدي برضو يعملوا حاجه صعبه المفروض عليهم، فدي هتطلع كوميدي اكتر. فكتبنا الفيلم من 4 سنين في المطلق، امنا بالفكره بس وكتبناها، ومفيش حد ومش عارفين نوصله لحد، فكتبناه وسبناه. يعني حاجه تبقى معانا 4 سنين سبناه كده موجود لحد ما نعرف نوصل لحد.
وانتوا طول الاربع سنين بتدوروا على حد توصلوا له الفكره؟ لا بنكتب برضه، بنكتب يعني انا مع البرامج الفيلم نفسه الخطه العايمه كنتوا بتحاولوا طول الاربع سنين دي توصلوه لمنتج او نوصله يعني؟ لمخرج نوصله، وبالذات فعلا كان في دماغنا استاذ معتز التوني، عايزين نوصل لاستاذ معتز التوني، بس ازاي بقى نوصل لاستاذ معتز؟ دي كانت الصعوبه. بتوصل بشكل كويس كمان، بوصل كمان بشكل كويس، هم اصحابنا ربيع وتوتا واصحابنا، بس احنا برضو يعني نتحرج ان احنا نقول لهم ما توصلوا لنا الورق، عندنا عزه النفس بس في الاول عاليه شويه، بعد كده الصحوبيه بقى خلاص نعمل ده يلا بينا. يعني رغم ان احنا مثلا يعني بعد شويه خطوات كده بقينا احنا اللي بنكتب مسرح مصر السيزون الخامس والسادس اللي هو بدا دلوقتي العرض، كنا احنا اللي بنكتبهم، رغم برضو العلاقه ديت ما كناش حابين نعرض، يعني هو ربيع كلمنا قال لنا تعالوا اكتبوا المسرحيات وكده، بس ما قلناش برضو في فيلم كذا او كذا وبتاع. كان اول حاجه اشتغلنا معاهم في فيلم تاني لسه ما اتعملش، فاتكتب في اراء استاذ معتز، فعارف ان احنا شويه يعني شطار وكده، فكان عندهم هو مشكله في فيلم هيعملوه بدل الخطه العايمه، فعرف الفكره ديت فعملناه، والفيلم الاولاني اصلا هو عرفنا منه ما اتعملش لحد دلوقتي. نصيب. يعني يعني الفيلم وقف، قلنا له احنا عند في فيلم تاني هنديهولك بقى اقراه حلو، فكان بيعمل فيلم تاني ما عجبهمش الفيلم اللي كانوا بيعملوه، فراح فاكرنا اتصل بينا، انتوا كان عندكم فيلم بعتوه لي، فبعتناه له، قعدنا استاذ معتز بيقرا الفيلم دلوقتي، ده بكره الصبح هنروح هنكسر الدنيا. كلمنا تاني يوم قال لنا تعالوا لي المكتب، رحنا قريت الفيلم، قال لنا قريته، ايه رايك؟ وحش جدا. وحش جدا. طب وبعدين؟ قال ده فيلم جد يا جماعه، انتوا جايبينه المعتز التوني ليه؟ طب الفيلم ده هياخد وقت على ما، قلنا له طب ادينا اسبوعين، احنا ما الفرصه جات لنا هنمسك فيها، مش هينفع قاعدين كل ده مستنيين، واما جالنا بقى معتز التوني هنقول له مش هينفع. اسبوعين قعدنا حبسنا نفسنا، عدلنا الفيلم، ظبطناه، بعتناه له، عجبه جدا، بداوا شغل عليه على طول. اللي هو كان في الاول العتب على النظر، كان العتب على النظر ده كان جد شويه ولا كان اطاره ايه؟ لا هو كان هو لايت، الفيلم بس كان لايت، بس هو مش كوميدي زي ما طلع دلوقتي كده، لايت خفيف مع شويه يعني فيلم كده فيه عناصر متكامله، بس احنا عايزينه يعني كوميدي كوميدي. هو عايزه وبعد هو كده بقى اسمه الخطه العمياء. بعد كده الخطه العمياء دي حاجه ثانيه بقى، دي ما لهاش علاقه بالتعديل، دي ليها علاقه ب بالرقابه من التنمر مثلا او قانون التنمر، الفكره غلط يعني. بالظبط. بعد كده بقى اسم الخطه بقى الخطه العامية. قلنا نقربها برضو الناس، يعني هو كان نزل اخبار ان في فيلم اسمه الخطه العامية هينزل، فقلنا برضو نقربها للناس ما تبقاش بعيده عن العامية قوي، فخليناها العايمه. اوكي حلو البروباجندا برضو يعني تكذب الفيلم. مش مقصوده خالص. والحمد لله يعني تم تعديل السيناريو كله وظبطوه. ده اول درافت ان هو يتحول لفيلم كوميدي، بدل ما كان فيلم فيه اكشن ودراما وحاجات بقى كوميدي بس. بس تعديل الدرافت ان احنا وصلنا للدرافت الثامن. خدت وقت. طب بمناسبه بقى انه الدرافت انتوا بتعدلوا، بس انتوا الاثنين بتالفوا مع بعض في نفس الوقت، ما بيبقاش في اختلافات ما بينكم، اختلاف في وجهات النظر، لا انا شايف كذا، لا انت شايف كذا، لا انت غلط، لا انت صح، ده لازم، ده بيعطلكم شويه في تاليف الفيلم ولا يعني ده بيخدم الفكره؟ لا ده لازم يحصل خلاف. هو ايه فايده ان احنا اثنين مش واحد بنالف؟ ان احنا بنتناقش داخليا في كل الحاجات يعني. لازم نختلف، لازم الفكره تبقى كده، لا الافيه كده مش هيشيل، الافيه كده يبقى كويس، طب ده تطور بتاع الموضوع. لان احنا لو ما اختلفناش يبقى كل واحد يشتغل لوحده. بس بيتهيألي برضه يعني على ما اعتقد يا كريم، لو الاختلاف حتى مش في نفس قرب الدماغ، يعني لو انتوا الاثنين مش قريبين من بعض في التفكير وفي الدماغ وفي الشطاره، هيبقى في اختلافات على طول. لكن اهم حاجه في توافق ما بينكم وبين بعض. ده اللي خلانا في الاول نكتب مع بعض اصلا. فكره ان احنا الاثنين مثلا بنشوف ان الكوميديا ما فيهاش هزار. تمام. يعني الكوميديا من اصعب الحاجات اللي بتتكلم. حلوه الكوميديا ما فيهاش هزار دي. لازم. حلوه. يعني عشان الكوميديا ما فيهاش هزار. يعني في الكتابه يعني. يضحك ما يضحكش. لا هو لازم الموقف يبقى طالع بجد جدا، يعني البطل لو هيتكعبل فهو بيتكعبل بجد، مش بيهزر في ان هو بيتكعبل، فلما يتكعبل بجد ويقع فانا هضحك. مش بيفيك يعني. مش بيفيك. لما يفيك ويهزر ان انا قال يعني وقعت، ده هيطلع بيستظرف. فلكن لما الموقف معمول بجد، كوميديا الموقف بالظبط، هي دي اللي بتعيش. فاصلا احنا اتقابلنا على دوت، لو احنا مش يعني لو احنا الاثنين مختلفين في الحته دي مش هنعرف نكتب مع بعض. احنا شايفين الموضوع كده ان الكوميديا ديت لازم شغل معين، فبالتالي اتقابلنا فبقينا بنكتب دوت. فان انت تقعد تشتغل على الفكره، ده بقى مرحله ومرحله يعني. نختلف الاول داخليا، نطرح كل الاسئله، بحيث ان انت لما تقعد مع منتج او مخرج او الابطال يعني تعرفوا تجاوبوا على كل طبعًا. الجوانب. طب احنا دلوقتي معانا تليفون حد من اصحابكم وحد كمان من الفنانين الشباب اللي مكسرين الدنيا الفتره اللي فاتت وحاليا طبعا، وهو محمد عبد الرحمن توتا. يا توتا. اهلا وسهلا. يا مساء الفل عليك يا محمد، اخبارك ايه؟ النور الحمد لله، كله زي الفل يا توتا.
مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. تسلمي، شكر ليكي ولذوقك. تسلم. توتا كلمنا كده عن الفيلم، ما شاء الله اللي مكسر الدنيا دلوقتي يعني لسه، والبدايه ما شاء الله يعني مبهره جدا وفيها تفاؤل الحمد لله يعني لعوده السينما مره تانية بشكل اكبر واحسن كمان. قول لنا كده توتا بقى مشاركتك في الفيلم وكمان مع فنانين كبار زي الفنان عمرو عبد الجليل وكمان غدا عادل وطبعا حبيبك علي ربيع. حبيبي طبعا يعني دي تاني تجربه اللي هي انا وربيع مع بعض، بس يعني الواحد حاسس من النجاح والفرحه اللي هو فيها ان دي اول تجربه ليه، واتمنى طبعا ان كل حاجه اعملها ان شاء الله باذن الله يبقى فيها نجاح كده والواحد يحس ان هو يعني نجاح يشوفه اول مره. اتمنى طبعا الحمد لله الفيلم ماشي بشكل كويس جدا، وكمزو وعبواب يعني ربنا يكرمهم عاملين شغل حلو قوي بجد والله العظيم، يعني كفايه برافو بتاعت الناس، مش انا اللي هقول لهم برافو عليكم، كفايه برافو اللي بتسمعوها كل يوم من ضحك الناس في السينما، من كلام الناس على السوشيال ميديا او لما ناس بتقابلهم، يعني دي احلى برافو يعني ليهم ودي احلى شكر ليهم، فربنا يا رب يديمها عليهم وعلينا نعمه كده ودايما نفضل مكسرين الدنيا كده ان شاء الله باذن الله. طيب توتا احكي لي عن اصعب مشهد في الفيلم. لا هو مش اصعب مشهد، هو عموما الفيلم التحضير ليه كان صعب لان شخصيات معرفش انت اتفرجت على الفيلم ولا لا، يعني لما تخشوا تشوفوا عاملين شخصيات جديده علينا قوي، اثنين فاقدي البصر. فالموضوع كان تحدي بالنسبه لي انا وربيع وقعدنا نتدرب عليه كويس يعني يا رب نكون ان احنا نجحنا ان احنا نوصل الموضوع للناس يعني. احكي لنا كده توتا عن يوم العرض، يعني العرض الخاص ما شاء الله كان في مشارك فيه عدد كبير من النجوم وكمان النجم تامر حسني برضو كان مشارك متهيألي صح؟ طبعا. كلمنا كده عن يعني وقتها بقى ردود الافعال كانت عامله ازاي معاك ومع زملائك يعني. الحمد لله والله يعني انا كنت حتى بتكلم انا وربيع قبل ما نخش العرض الخاص بقول له انا مش مهم عندي اي حاجه، انا بدعي ربنا ان انا اسمع صوت ضحك الناس في الصالة يعني دي اهم حاجه ودي اللي تحس الواحد ان هو مبسوط جدا، فالحمد لله ربنا بيستجاب للدعوه وبيستجيب وبيفرحنا اكتر واكتر كل يوم براي الناس وبضحك الناس، سواء لما بنحضر مثلا اي عرض مع الناس يعني الواحد بيبقى مبسوط جدا. العرض الخاص كان حاجه تشرف جدا، كان نفسي فنانين طبعا اكتر يجوا لان يعتبر ده عيد لينا في جوه السينما برضو يعني وسط الازمه دي والحاجات دي. فبس الحمد لله الناس اللي جم شرفونا ونورونا، وتامر شرفنا ونورنا، وكل الناس اصحابنا وخاطر وانور واسس كريم عفيفي وساره وكل الناس، انا مش عايز انسى حد. كل الناس دول على راسنا من فوق، وشيكو وكل يعني بجد ناس كتير قوي الحمد لله جت الحمد لله يا رب، ودي كانت حاجه مفرحانه جدا يعني. توتا طب عايزه اعرف منك كواليس العمل، يمكن انت معاك عمرو عبد الجليل هو معروف ان هو دمه خفيف حتى في الكواليس وفي الحياه العاديه، وبرده غدا عادل دمها خفيف ولذيذه، وكمان علي ربيع، يعني الكواليس اكيد كانت زي ما الفيلم كوميدي كمان الكواليس ممكن كان يبقى فيها مواقف طريفه شويه. والله هو اكتر احنا كنا مركزين ان المواقف او اللي تحت عموما يبقى جوه الفيلم، ما يعني كان تركيزنا كله رايح في الحته دي ان احنا يعني توفروا الضحك في الفيلم. يعني عارفه فرحتي بالذكريات الحلوه لو الموضوع مش حلو، هنطلع يعني نقعد نحكي في ذكريات في برامج يعني لا، الاهم ان الناس تبقى مبسوطه يعني يا فرحتي بالكواليس اللي بتضحك والفيلم مش كويس يعني نبقى نعرض الكواليس. والله يا توتا هي حياتكم يا والله كلها حياتكم كواليس يا توتا، يعني ما شاء الله سواء انت او علي او ايا كان يعني من اسس كمان، فهي حياتكم كلها لازم تصور من الاخر يعني. مع الحمد لله بقى ده كرم ربك بقى يا معلم. طيب توتا كلمني كده عن يعني احمد عبد الوهاب وكمان كريم سامي، يعني ما شاء الله تجربة يمكن بالنسبة لهم مش جديدة عليهم ان هم قبل كده شاركوا في أكتر من عمل مع بعض في الكتابة، كلمنا كده عن الكتابة المشتركة ما بين اتنين مؤلفين واتنين شباب. أنا مبدئيا ما أعرفش الأسامي اللي أنت قلتها من أولها كده يا توتا. مؤلفين الفيلم يا توتا. لا طبعا والله بسم الله ما شاء الله، يمكن أنا تبقت في الكلام عنهم يعني هم مش محتاجين إن أنا أتكلم عنهم، كفاية إن اللي الناس بيقولوه عليهم والصحافه بتقولوا عليهم وغالبا البوليس بيجري وراهم.
عبد الوهاب فنان جدا وكمز فنان جدا. الاثنين يا جماعه على فكره ممثلين وشاطرين الله اكبر بسم الله ما شاء الله يعني، وكمان عاملين حاجات كده مجاملنا في الفيلم يعني، فربنا يكرمهم. ضيوف شرف. عبد الوهاب على فكره بيحب المزيكا يا جماعه جدا، بيعزف جيتار كمان. هنخليه يغني كمان. بيغني شجر الليمون غناها يا سيدي. ينفع تغني لنا طيب؟ لا لا بيعرف. هو بيسلمه. هو بيورى وبيسلمك. ده بجد بجد يا توتا عشان ممكن اخليه دلوقتي يغني. لا هقول لحضرتك حاجه، احنا في مره في الكورونا كان مودنا مش كويس خالص، فجاه لقينا عبد الوهاب غنى شجر الليمون، كنا بنصور في قصر المانستيرتي، عيط اللوكيشن كله يعني. مش بتسالي على المقالب اللي بيعملوها في اصحابهم؟ هي دي مقالب على المقالب. طيب لا والله بجد ناس يعني ربنا يكرمهم ويكرمنا يا رب باذن الله ان شاء الله. انتوا تستاهلوا كل خير لان انتوا مجتهدين جدا يا توتا، ويمكن نجوم الارتجال في مصر، انا بقول انه نجوم مسرح مصر كلهم هم نجوم الارتجال. عملوا كوميديا الموقف طبعاً. وعملوا حاله جديده جدا موجوده دلوقتي سواء في السينما او في الدراما مختلفه ما كانتش موجوده قبل كده. الناس كانت متعبره حاجه سهله مسرح مصر، لكن هو صعب جدا. صعب جدا طبعاً. جدا طبعا. طب هل انت كنت متوقع تصدر الفيلم للايرادات دي يا توتا؟ بصي الحمد لله احنا بنسعى ان احنا نعمل حاجه كويسه، ربنا وفقنا يعني كلنا كل عناصر الفيلم من انتاج وتاليف واخراج وتمثيل ويعني الحمد لله يعني وديكور وكل عناصر الفيلم الحمد لله ان احنا نعمل حاجه كويسه. فاكيد يعني ربنا بيكرم اللي بيعمل حاجه كويسه، فالحمد لله حاجه مفرحاني جدا ان احنا متصدرين في الرانكينج بتاع السينمات كلها او التوب 10 او الايرادات الاعلى. احنا رقم واحد في كل السينمات الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. دي حاجه مفرحاني جدا ومحسساني ان تعب السنه يعني الحمد لله يا رب ما راحش هدر، وان يعني الحمد لله تعبنا وربنا بيكافئنا يعني، فيا رب دايما نعمل الحاجات الكويسه اللي تفرح الناس وده الاهم. الحمد لله. يا رب ان شاء الله وربنا يكرمنا بعد كده في موضوع الايرادات ده بقى دي بتاعت ربنا يعني. ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا ليك يا توتا. شكرا جدا ليك يا توتا. مع السلامة يا توتا. نورتنا جدا طبعا النجم محمد عبد الرحمن توتا، كل التوفيق ليك يا رب وكل يعني الزملاء. تعالوا بقى نشوف بقى تريلر كده الفيلم معاكم ونتبسط ونرجع تاني. يلا بينا. تريلر يجنن وبجد يعني ألف مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك. طيب نروح بقى لمسرحية اللوكاندا. مسرحية اللوكاندا هو طبعا تعاونت مع الفنان أشرف عبد الباقي من نجوم مسرح مصر. طبعا. نزيد نعرف بقى تفاصيل العمل. طيب هو كمان يعتبر أول سيت كوم في مصر تقريبا مسرحي. أول سيت كوم مسرحي. ده جديد من نوعه يدخل مصر. هو العلاقة طبعا ابتدت مع أستاذ أشرف إن احنا في السيزون الخامس والسادس مسرح مصر كنا بنكتب مسرحيات. دي مختلفة عندي. هو أستاذ أشرف جابنا كلمنا يعني قال لنا إحنا عايزين نعمل مسرحية طويلة لربيع وأسقص طبعا وبعض النجوم اللي موجودة. مسرحية طويلة بمعنى إن هي مسرحية فصلين غير البنى بتاع مسرح مصر اللي كان بيعتمد على سكتشات معينة وفكرة واحدة وكده. فقعدنا نعمل جلسات عمل، كان عندنا فكرة إن إحنا عايزين نعمل حاجة جديدة نستغل فيها الضحك بتاعهم بس في إطار شويه سسبنس يشوق الناس، الناس تبقى قاعده فيبقى في مسرحيه طويله كده الناس تخرج منها في معلومه او في كونسبت معين غير مسرح مصر. ابتدينا نشتغل نطور الفكره مع استاذ اشرف وربيع واسس، وبعد كده بقى حصل وجود استاذ سليمان عيد وطاهر ابو ليلى وكذا حد موجود يعني بصراحه خلينا المسرحيه كويسه بس الحمد لله. بس طب احمد العرض بتاع المسرحيه دي يومي ولا برضو يعني كل اسبوع ولا كل خميس جمعه سبت؟ خميس جمعه سبت. طب شايف يعني ممكن مسرح مصري في الاول خالص كان الموضوع فيه صعوبه شويه من كتر يعني المصاحف بيتم عرضها كتير جدا. فالافكار اكيد برضو ممكن بتقل شويه. متعبه جدا. فمتعبه جدا بالنسبه لاي فنان وكمان لاي مؤلف. وكان حتى الاستاذ اشرف عبد الباقي كان قال الكلام ده، قال ان من كتر العرض فممكن جت في الاواخر شويه حصل ان بقى الارتجال اكتر في المسرحيه بشكل كبير يعني. عندكم نفس المشكله برضو في المسرحيه دي ولا الموضوع عندكم اسهل من مسرح مصر؟ لا صباحيا بركه الموضوع مختلف تماما. هو في مسرح مصر كان هم مساعديننا شويه بارتجالهم والمواقف اللي بيقولوها
هو كان الحمل عليهم كمان اكبر. تمام. لكن في صباحيه مباركه دي انت كاتبين النص والمواقف والمشاهد وهم ماشيين عليها بالظبط، في طبعا افهات بتاعتهم وفي حاجات بيزودوها في السياق اللي ماشي فيه. بس ده مش بيضايقكم خالص؟ لا لا لازم ارتجال، لانه في احيانا مؤلفين مخرجين بيتضايقوا من فكره ان الممثل يرتجل على المسرح او في موقف مثلا مكتوب في فيلم. لا الفيلم غير المسرح. احيانا كانت بتحصل احيانا مش كتير. هو الفن زمان غير دلوقتي. يعني اصل نوع مسرح مصر نوع ما كانش موجود، واستاذ اشرف ليه السابقه هو والمجموعه هم بيعملوا حاجه لا كانت موجوده ولا هتبقى موجوده. صحيح. اظن ده رايي. فملهاش كتالوج. هو يعني مثلا المؤلفين زمان في المسرحيات كانوا بيمضوا على السكريبت. يعني انا كممثل يجي لي السكريبت قريت عجبني مضيت الدور بمضي على النسخه عشان اي حاجه يعني زياده انا ممكن اتسجن تتحملها انت. ما ده بتكلم انا كممثل ممكن. بس لا الموضوع اتطور، هو مسرح مصر قائم على الارتجال. يعني انت شبه بتدي له فكره وبتدي له مجموعه افيهات بس هو بيفردها. انما السينما زي مثلا الفيلم وكده مساحه الارتجال لا تتعدى ال 10%. طبعا في بروفات يعني مثلا احنا قاعدين وفي بروفات وبنبتدي نقول ونجرب وبناخد الحاجات كلها نشوف ايه اللي هينفع وايه اللي مش هينفع ويتحط في سكريبت يتوافق عليه. ممكن في اللوكيشن قبل التصوير افيه يزيد افيه حلو ماشي، انما ارتجال وتغيير كبير زي المسرح لا ما بقاش موجود. طيب فكره السات كوم في المسرح معناها ايه؟ يعني احنا عارفين السات كوم مسلسلات لكن المسرح يعني ايه سات كوم؟ هو بتبقى القصه واحده والشخصيات ثابته واللوكيشن هو ثابت بس باختلاف الموقف. كل مره اللي بيتعرضوا له كل مسرحيه في موقف جديد زي السيت كوم اللي في التلفزيون بالظبط. هم بنبقى عارفين الشخصيات وحافظين اساميهم وعارفين الاسره كلها زي راجل وست ستات مثلا اللي عمله استاذ اشرف برضو قبل كده، بس المختلف ان ده بقى على المسرح. على المسرح. فهم نفس الشخصيات بس بنشوف بقى بيتعرضوا لكل مسرحيه موقف عامل ازاي. كلها بقى مواقف اللوكاندا ثابته كوميديه ولا مواقف اجتماعيه؟ يعني كلها في اطار ايه؟ الكوميدي اجتماعي كله كوميدي اجتماعي. والمفروض اللوكاندا مين اللي مشارك فيها بقى؟ يعني مين ابطال؟ استاذ اشرف عبد الباقي. أيوة. ودياب. تمام. ومن مسرح مصر حمد المرغني وويزو وابرام ومجموعه شباب. كان شغال مع استاذ اشرف مسرحيه جريمه في المعادي. لما جيتوا تكتبوا المسرحيه دي كتبتوها يعني من دماغكم انتوا الاثنين ولا بناء على افكار من الاستاذ اشرف عبد الباقي؟ اللوكاندا؟ هي اللوكاندا اصلا فكره اللوكاندا فكره الاستاذ اشرف عبد الباقي. اللي هو سيت كوم مسرحي. سيت كوم مسرحي واللوكيشن فكره استاذ اشرف عبد الباقي. وجه وحكاها لنا، احنا قعدنا بقى مع بعض طورنا الشخصيات، زرعنا الشخصيات، عملنا كل علاقات الشخصيات ببعض عامله ازاي. وبعد كده مواقف الحلقات. وبعد كده مواقف الحلقات احنا اللي بنكتبها، بس فكره اللوكاندا اساسا والست كوم المسرحيه بتاعت استاذ اشرف. طيب كريم عايزه يعني اتكلم معاك عن مسرحيه حزلقوم، بعيدا بقى عن نجوم مسرح مصر او الاعمال الحاليه دلوقتي، مسرحيه حزلقوم مع النجم احمد مكي، يمكن الشخصيه دي نجحت جدا في المسلسل وفي الفيلم. طبعا. احكي لنا عن التعاون مع احمد مكي عامل ازاي وتحضرت ازاي للمسرحيه دي؟ هو مكي حاله خاصه في الوسط الفني. ومبدع. يعني بالنسبه لي مكي ده في حته لوحده كده. كنت اتفرج عليه واحنا يعني اتفرج عليه ما كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام اشتغل معاه. وانا بعد تجاره عين شمس درست في المعهد تمثيل واخراج. وكان عندي كذا تجربه كده وسافرت بره مصر وبتاع حاجات وبعد كده اشتغلت في كايرو شو. فكان المفروض ان احمد مكي يعمل عرض، حصل ميتنج وكده وبعد كده هو اختار ان انا اخرج المسرحيه. قعدنا نشتغل على الورق، مكي بيشتغل بمدرسه كده شويه بتاخد وقت بس هي انجح حاجه موجوده. هو ما بيسيبش تفصيله صغيره يعني ما بنسيبش حاجه صغيره اللي هو هتتظبط، لا احنا نقعد نظبطها دلوقتي. لا وبعدين مش لا 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 خالص. وبعدين احنا قاعدين عبد الرب بيمثل في العرض بالمناسبه يعني انا وهو بيمثل في العرض واخراجي وهو بيمثل بيعمل مشهد وانا وهو في نفس المشهد يعني. بنقعد مثلا دلوقتي هنظبط دور عبد الوهاب. الورق مكتوب بس احنا هنقعد نشوف هنعمل ايه في الورق كله انا اخراجيا ونشوف كوميديا ايه اللي هيحصل وممكن يبقى الموضوع شكله عامل ازاي. بعد كده نشتغل على دور مثلا ميرنا. بعد كده نشتغل على دور استاذ سليمان عيد. واخر واحد نشتغل على دوره هو مكي، هو بيبقى قاعد معانا نبتدي نشتغل في كل التفاصيل. فمدرسه ثانيه فكره انت تعمل ضحك ورا ضحك ورا ضحك من غير ما تريح
دي صعبه، لان هو برضه بيهتم بكل شخصيه، بيخدم كل شخصيه بشكل كبير. اه طبعا عرضه هو ان كله بيصب في اسمه هو، فان العرض كله يطلع كويس فهيتقال ان عرض احمد مكي طلع كويس. وبيدي يعني هو كل الناس اللي احنا اشتغلنا معاهم، سواء مثلا ربيع وتوت على سبيل المثال في الفيلم، هم اشتغلوا مع مكي فكل الاجزاء الكبير. يعني هو من اكتر الناس اللي بتدي فرص للشباب انها تقف جنبه تطلع بشكل كويس. ف بحس ان انا وانا رايح البروفه، طبعا مخرج العرض كل حاجه، بس انا بحس ان انا رايح ورشه لاحمد مكي، انا رايح اتعلم من احمد مكي، لان هو طبعا مخرج قبل اي حاجه، اعلانات وافلام قصيره وافلام طويله. فلا يعني مدرسه مكي ده، حاله مكي ده حاله كده، حاله مختلفه صراحة. في كل حاجه، في الراب وفي السينما وفي الدراما، كل حاجه تلاقيها في مكي كده. هو كاريزما لوحده، حتى في طريقه كلامه وهو بيتكلم على المواقف بتاعته وفي حياته اللي مر بيها، هو حاله لوحده زي ما انت قلت. هو كده عايش يمثل ويخرج ويعمل حاجات في الفن، وعايش مع بعض الحيوانات الكلاب والعصافير، ولوش علاقه باي حاجه. اللي يطلع تصريحات يطلع، يا جماعه احنا بنتكلم بشغلنا. هو حاله كده. انتوا نورتونا، وبالتوفيق والنجاح دايما، ومن التالق ان شاء الله كده يبقى اكتر واكتر باذن الله. يا رب. والف مبروك على المسرحيه والفيلم. الله يبارك فيك. نورتونا كريم سامي، شكرا ليك. شكرا ليك يا احمد، احمد عبد الوهاب. نورتونا جدا. احنا لسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس بعد الفاصل. عيش صح، خليكم معانا.